انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الخامس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الخامس وهو شوط الخاص بالحجائج الجعدان، مسافتنا المعتادة والمقررة وهي 2 كيلومترات. نتابع الغزال من ينطلق بصدارة لسعيد بن محمد بن عبيد المهيري، من يندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية يلي مع المركز الثاني من الجانب الآخر. أراهني أيضا التقدم من نجران ليحيى بن عبد الله بن خالد البلوشي يتدخل على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث من الجانب الآخر. من الجانب الآخر غياثة لخالد بن خليفة بن علي السعيدي، والقدوم لمذخورة لمحمد بن راشد بالضبعة الاكتبي، ولكن التقدم من حشيم ليمع بن سعيد بن سالم الغيلاني ينطلق أيضا على مستوى المركز الخامس مع هذا الأداء المتميز. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نعود مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى حشيم قاد المجموعة يمع بن سعيد بن سالم الغيلاني يلي مع المركز الثاني. أراهني أيضا التقدم لنجران ليحيى بن عبد الله بن خالد البلوشي يتقدم على مستوى المركز الثاني، ومن الجانب الآخر غياثة ما شاء الله تبارك الله خالد بن خليفة بن علي السعيدي ينطلق على مستوى المركز الثاني. المركز الرابع الغزال للسعيد بن محمد بن عبيد المهيري، وأرى التقدم للخروف لراشد بن فايل بن السعيد الزرعي. العد التنازلي لمجريات هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. حشيم على الصدارة، حشيم على المقدمة، ينطلق بناموس هذا الشوط يمع بسعيد بن سالم الغيلاني، ولكن التحديات القادمة من غياث لخالد من خليفة بن علي السعيدي. وأرهني نجران مع المركز الثالث يحيى بن عبد الله بن خالد البلوشي، والتقدم من الغزال لسعيد بن محمد بن عبيد المهيري. اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر النهائية ما شاء الله. حشيم على الصدارة، بدأ يباعد المسافة انطلق بناموس هذا الشوط يمع بن سعيد بن سالم الغيلاني، ينطلق بناموس هذا الشوط مع الأداء المتميز، مع العرض المثير. قفل على مجريات هذا الشوط. سلوب سلام السلطنة سلام، اسعدت صباحا يا هالي جعلان، مع الأداء المتميز مع العرض المثير اللي قدمه حشيم. تهانينا ليمع بن سعيد بن سالم الغيلاني، ولحظات وصول حشيم بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. ياتي ايضا غياث لخالد بن خليفه السعيدي المركز الثالث، صياد لمنصور بن سعيد المزروعي المركز الرابع، الخروف لراشد بن فايل الزرعي، ومع المركز الخامس الغزال لسعيد بن محمد بن عبيد المهيري. دقيقتين 59 ثانيه هو توقيت حشيم. تهانينا ليمع بن سعيد بن سالم الغيلاني، سلام السلطنه سلام، واسعدت صباحا يا هالي جعلان، مع الاداء المتميز اللي قدمه حشيم.